أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحديدا التنمية في محافظات الصعيد. طبعا احنا تابعنا من أيام قليلة افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات في الصعيد وتحديدا في محافظة أسيوط وسوهاج، ويمكن كان على رأسها قناطر أسيوط، وده طبعا بالإضافة إلى عدد من المشروعات المهمة جدا في محافظة أسيوط اللي بتعتبر العاصمة التجارية للصعيد. النهاردة بنروح إلى محافظة بني سويف اللي بتعتبر أيضا لؤلؤة الصعيد وعدد من المشروعات القومية الكبرى اللي مفروض هيتم افتتاحها خلال الدقائق القليلة المقبلة، وهيقوم السيد الرئيس بافتتاحها. وزي ما قلنا يمكن هذه المشروعات بتتنوع بين مجمعات صناعية، سواء المجمع الصناعي الكبير والعملاق اللي بيضم مصنعين للرخام والجرانيت، بيعدوا من أكبر المصانع وبيعدوا الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأيضا ثلاثة مصانع للأسمنت، وده طبعا أول مجمع صناعي للأسمنت صديق للبيئة في مصر لا تنبعث منه أي أدخنة. والمجمعات الصناعية سواء الأسمنت أو الرخام والجرانيت الحقيقة بتوفر عدد كبير من فرص العمل، حوالي 1800 فرصة عمل مباشرة وحوالي 8000 فرصة عمل غير مباشرة، وتحديدا مصانع الأسمنت بتوفر أيضا حوالي 20% من الإنتاج في مصر. بالإضافة إلى هذه المجمعات الصناعية عندنا أيضا مجمع صناعي خاص بالأدوية تحديدا من النباتات الطبية والعطرية، أيضا عندنا الحقيقة افتتاح لمحطة كهرباء كبيرة بمحافظة بني سويف، ودي المرحلة الثانية منها بعد أن تم افتتاح المرحلة الأولى في مارس 2016. عندنا أيضا بالنسبة لربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل والتحرك داخل المحافظة وإلى خارجها، أيضا محور المستشار عدلي منصور بيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي. ده طبعا كل هذه المشروعات بتأتي بهدف إحداث نقلة حضرية ونقلة نوعية إلى محافظات الصعيد، وتحديدا بنتكلم النهاردة عن محافظة بني سويف. خلونا نتكلم بتفاصيل أكثر عن هذه المشروعات وأهميتها في إحداث التنمية في محافظات الصعيد من خلال حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو مهندس عبد المجيد محمد سلامة عضو المجلس التصديري الصناعي. مهندس عبد المجيد أهلا بحضرتك معنا. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني بداية مهندس عبد المجيد، زي ما احنا اتكلمنا انه عدد من المشروعات المختلفة، لكن اكيد هي من خلال هذه النوعيات المختلفة لهذه المشروعات طبعا بتحدث نقلة نوعية لمحافظات الصعيد وبتوفر العديد والالاف من فرص العمل. حضرتك شايف المشروعات دي ازاي؟ انت حضرتك يعني احنا بنتناقش النهاردة في موضوع حساس وهو له أكثر من اتجاه. نمرة واحد، الاتجاه وده سليم جدا لنقل المراكز الإنتاجية من بعض المدن زي القاهرة واسكندرية وتوزيعها على مستوى الجمهورية، وده كنا بنطالب به وبنطلبه فعلا على مدار الفترات دي، لأن دي بتخفف العبء عن نواحي أخرى كثيرة جدا زي الهجرة السكانية، زي الخدمات التي تقدم. لما بيتم توزيع هذه المراكز الإنتاجية بتبقى نوع من الجذب للشعب لينا يعني. النقطة الثانية المهمة جدا، أنا لسه ما دخلتش فيما يتعلق بهل الصعيد أو وجه بحري لأنهم كلهم مصر، إنما النقطة المهمة جدا إنه إحنا فعلا بدأنا في التوجه الثاني اللي كانت الحكومة بدأت فيه. الحكومة حين بدأت أو السيد رئيس الجمهورية كانت الفترة الأولى، وهو قالها في بعض الخطب، إنه الفترة الثانية من هذه من الحكم انه هيركز على اتجاه اخر من المشروعات. الفترة الاولى كان معظم المشروعات اللي معمولة هي مشروعات طويلة الاجل، بتديني عوائد بعد سنين طويلة،
لما بنعمل العاصمة الإدارية وبنبني مباني ضخمة قناة وبنعمل السويس. العالمين وبنعمل قناة السويس، هذه المشروعات لا نستطيع أن نحصل منها على عائد حقيقي اقتصادي قبل سنين طويلة. وده يمكن اللي طلبناه منهم من المسؤولين، شغل لي البلد، شغل لي الحاجة اللي تديني بكرة، وده البداية. أنا أعتقد إن هي دي اتجاهين عجبوني اليومين في الفترة الأخيرة دي. أولا أنا بأنتج مصانع بتبيع الإنتاج بكرة، يعني هي بتبدأ بتعمل الإنتاج بكرة، سواء أسمنت أو أدوية أو رخام وجرانيت كل هذه، أو الرخام والجرانيت. وطبعا الرخام والجرانيت والأسمنت في خدمة مشروعات أخرى، إنما الأدوية هي تلبية لمشروعات الإسكان والتعمير الكبرى اللي بتقام في كافة المحافظات يعني. وإن كنت بأطلب باعتباري بأميل أكثر للتصدير، بأطلب إن احنا نضغط في هذا الاتجاه للتصدير مثل هذه الحاجات، وهناك دول محيطة مختلفة محتاجة. بس على الجانب الآخر برضو من ضمن النقاط اللي لاحظتها، إنه الدولة النهاردة بدأت تستكمل بعض المشروعات التي بدأت منذ فترة. يعني امبارح السيد رئيس الجمهورية أو أول امبارح السيد رئيس الجمهورية افتتح مشروع قناطر أسيوط، وهذا المشروع بدأ يجي ممكن 10-15 سنة، فاستكمل وأصبح اعتبارا من نهاد بيعطي إنتاج. وبالتالي أنا بتجه بأحلل حاجتين. نمرة واحد، أنا بدأت إنتاج في إنتاج يعطيني عائد سريع دون انتظار لعشرات السنين. اتنين، ما تم صرفه من 10-15 سنة بنبدأ الاستفادة به وبنستكمله عشان يطلع العائد. فمجموعة المشروعات سواء دي أو دي أو دي أعتقد إنها ناجحة تماما. طيب لو نتكلم على مشروع، نبتدي بالمجمع الخاص بالأسمنت، ثلاث مصانع كل مصنع فيه خطين إنتاج. الحقيقة كل خط إنتاج بيوفر في اليوم حوالي 6000 طن من الأسمنت على مدى السنة، 13 مليون طن سنويا. ازاي ده هيؤثر على الاقتصاد؟ وحضرتك كنت بتتكلم تحديدا على نقطة التصدير. هو موضوع الأسمنت ده موضوع كبير قوي. مصر طول عمرها كانت رائدة في إنتاج الأسمنت، وإحنا وصلنا في مرحلة من المراحل إلى الاكتفاء الذاتي، ثم تجاوزناها إلى التصدير. ويمكن هذا الموضوع أو المشروع ده بالذات هيجرنا في الموضوع ده. بقدر ما أعلم فإنتاج مصر السنوي في الأسمنتات كانت التصاريح المعطاة والطاقة الموجودة كانت تصل إلى 80 مليون طن سنوي، وأنه لحد فترة قصيرة قبل هذا المشروع الطاقة الحقيقية المنتجة فعلا كانت في حدود 50 مليون، لسببين. السبب الأول أن دي الطاقة الاستيعابية للسوق المصري في هذا الوقت. اثنين، لأنه كان في عبء على شبكات الخدمات زي الكهرباء وخلافه. وبالتالي النهاردة شبكات الكهرباء توفرت، بقى في عندي كهرباء أزيد من اللي أنا محتاجها، بحيث أنه لا يستطيع بني آدم أنه يشتكي من عدم وجود الكهرباء، بل بالعكس كمان الخدمات لوجود الكهرباء زي الانتظام وزي 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 أصبحت متوفرة، فهذا لا يسببها. الجزء الثاني، القيد على الأسمنتات اللي هي كانت، هل المصانع دي نظيفة ولا مضرة؟ صحيح، هذا المصنع تحديدا، هذا المجمع هو نظيف ولا ينبعث منه أي أدخنة؟ بالضبط، هي دي نقطة. لأنه للأسف احنا كانت طلعت معلومات أو إشاعات، ولكنها إشاعات ليست
مغرضة وليست سيئة، إنما إحنا كانت عرف عننا إن إحنا كدولة بنتهاون شوية في ما يتعلق بالبيئة ونظافة البيئة، وبالتالي كان حتى بنعلم ونسمع عن إن في بعض المصانع التي لم يعد يسمح بإنشائها في بعض الدول نتيجة قيود البيئة بتنتقل عندنا، ومن ضمنها مصانع الأسمنت ومصانع الحديد. فالنهاردة دي ضغط، وأنا بشكر المسؤولين في هذا الاتجاه اللي ضغطوا في هذا الاتجاه عشان يبقى هذا المصنع نظيف. ولكن على الجانب الآخر، وده بقى يعني السيد أو السادة المسؤولين عن الصناعة و و و هو بالتحديد حيث أن وزير الصناعة هو مسؤول واللقب بتاع وزير الصناعة والتجارة، أنا بطلب منه، هو ضغط الوزارة ضغطة، أنا لا أعرف أسماء، يعني أنا ما بقولش الوزير فلان أو فلان، أنا بتكلم على الوزارة. الوزارة من فترة أنشأت بعض الـ 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 الشركات والمكاتب والاتجاهات والجمعيات لزيادة التصدير. الأسمنت محتاج إلى ضغط في التصدير، وأنا أعلم تماما أن هناك كثير من الدول المحيطة محتاجة إلى أسمنت وبشدة. والأسمنت المصري جيد، يعني من الناحية الصناعية، حتى لا يتهمنا أحد أو حد من لهم أفكار، صناعة الأسمنت المصرية متطورة، الجودة عالية، الخامة جيدة، وبالتالي هي صالحة والسعر منافس. طيب نتكلم عن مجمع الرخام والجرانيت اللي بيعد أيضا من أحد أهم وأكبر المجمعات الصناعية في هذا المجال في على مستوى الشرق الأوسط، واللي هيكون بيفتحه السيد الرئيس اليوم. احنا عارفين ان احنا بالفعل بنصدر رخام وجرانيت أو السيراميك أيضا، ازاي ده هيكون إضافة في هذا المجال؟ الرخام والجرانيت عب، والسيراميك عب. الرخام والجرانيت احنا عندنا في مصر كم ضخم من المناجم والمحاجر لهذه المواد الخام اللي ربنا حبانا بها. احد المشاكل الحقيقية عندنا ان كانت مصانع الرخام والجرانيت المصرية صغيرة على نطاق محدود، فكان التصنيع إلى حد كبير ليس متطور، وبالتالي كانت المقابل أن بتيجي بعض الشركات التجارية بتشتري مننا هذا. أنا ما بقولش أنها هتتوقف، ولكن أنا بقول إيه، أنه هيبقى في جزء من اللي بيسموه الفاليو، القيمة المضافة. أنا بقطع من المنجم وبطلع هذه الخامة، وبدل ما بصدرها كبلوك كبير 3-4 متر في 2-3 متر في ارتفاع 2 متر، أنا ببتدي أخش على مصنع للتصنيع أو لتقطيعه وتصنيعه، ويطلع منتج سواء مباشر أو لداخل السوق بدلا من المستورد أو لمحاولة تسويقه خارجيا. دي برضو من الحاجات اللي تتميز بجودة في الخامة، وبالتالي لو أنا قدرت أعمل هذا المصنع أو هذا المصنع حافظ على مستوى من ناحية جودة الإنتاج ومن ناحية أوتوماتيكية التشغيل، أعتقد أن احنا هنقدر نكسب بنط كبير قوي في هذا الاتجاه. حقيقة من المشروعات أيضا اللي من المنتظر افتتاحها اليوم مجمع صناعي لإنتاج المواد الطبية، تحديدا اللي بتعتمد على النباتات الطبية والعطرية. احنا في الفترة الأخيرة بنتكلم عن أنه كل محافظة أو كل إقليم معين يستفيد من الميزات النسبية اللي عنده أو الموارد اللي يقدر يعتمد عليها في التصنيع. حضرتك شايف النقطة دي إزاي أيضا في محافظات الصعيد؟ طبعا هو الطبيعي أنه يعني
حتى المثل بيقول وإن كان خارج يعني جحا أولى مش عارف بلحم حاجته يعني. فإذا قلنا إن كل محافظة لها مميزات ولها مصادر في الإنتاج بتاعها يبقى من الأولى التطوير لهذا. هو في واقع الأمر إنه محافظة بني سويف بالذات تتميز بحاجتين. الحاجة الأولى إنها نسبيا قريبة من القاهرة العاصمة اللي هي تعتبر السوق الأكبر لكثير من الإنتاج، وبالتالي وسائل الاتصال نسبيا جيدة، وسائل النقل والحاجات دي. إذا رجعنا لمصنع الأدوية أو هذا الإنتاج باستخدام النباتات الأطرية فده ممتاز. أولا بغض النظر عن إيه هو الإنتاج، الأدوية من الأساسيات في حياة أي بني آدم. لا يستطيع، يمكن يعني باعتباري رجل عجوز فالدواء بالنسبة لي بقى مختلف عن الشاب الصغير يعني. ربنا يدي الجميع الصحة. عموما الأدوية أساسية، وبالتالي في عز الأزمة المالية في مصر في بداية 2011 و2012 كنا بنتوقف عن استيراد كل حاجة ما عدا الأدوية. وإذا كان دواء بيمنع بأي لأي سبب لارتباك مالي من المستورد، لارتباك مالي أو قيود من البنوك، إلا أنه كان تاني يوم بيطلع على طول أفواه شديدة تهاجم على الأدوية، وبالتالي الدواء غير قابل للإيقاف. صحيح. ومؤخرا يمكن من سنة تقريبا كان في أزمة شديدة في الدواء والأدوية تحديدا الأمراض المزمنة، ومن هنا ابتدينا نتجه أن احنا يكون عندنا الإنتاج المحلي أقوى في صناعة الأدوية ونعتمد عليه بشكل أكبر. بالضبط. وبالذات يعني التجربة التي خاضتها الدولة في فيروس سي ده كان نموذجي، أن أنا تحولت كثير من أو مجموعة من المصانع إلى أنها بتستورد بعض المادة الخام الفعالة ثم تضيف عليها الخدمات الإضافية الصناعية هنا وطرحها، مما أدى إلى توفير الدواء بسعر مناسب ماليا في قدرة المريض المصري، وبما أدى إلى عدم الضغط على الاستيراد سواء في صورة الدولار أو غيره. الحقيقة يعني كل هذه المشروعات أكيد بتتطلب سهولة وتيسير حركة النقل، أيضا لسهولة الحركة بالنسبة للعاملين في هذه المشروعات أو لتسويق هذه المنتجات. فمن هنا الحقيقة بتأتي مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق والكباري، وتحديدا بنتكلم النهاردة عن محور المستشار عدلي منصور. حضرتك بتتابع إزاي حركة البنية التحتية في مصر وتحديدا في محافظات الصعيد لاستكمال مشوار التنمية هناك؟ يعني موضوع البنية التحتية ده موضوع خطير وحساس، حساس يعني. وأنا بعتذر في هذا الموضوع لأنه هي وجهات مختلفة. حين بدأ الحديث عن مشروعات البنية التحتية وكان المناقشة عن احنا عندنا 3000 كيلو نخليهم 6000 كيلو، وكثير مننا اعترض يا جماعة طب ما تصرفوا لنا في التصنيع ولا اصرفوا لنا في الأكل والشرب وليس في هذا. إنما الحقيقة إنه هذه الشبكة من الطرق أو ما تم منها ابتدت تعطي نوع من اليسر والسهولة كخدمات الطريق أو شبكة الطرق مكلفة والعائد منها يعني أنا لما بجيب مكنة لمصنع فأنا بدوس على زرار التشغيل بيطلع لمنتج وبالتالي تاني يوم بجيب فلوس. الطرق مختلفة سنة، هي بتاخد شوية بتاخد وقت،
إنما التجربة أثبتت أنها بدون بتخدم الإنتاج بشكل غير مباشر يعني. بدون الطرق لا يوجد. صحيح. فدي حقيقة يعني. وطبعا جدا أنا بعمل محور زي الطريق الشرقي وبعمل محور زي الطريق الغربي ومش عارف إيه، ثم ونتيجة أعباء مالية والتزامات، وبسيب ده لوحده وده لوحده، ثم لما بتيجي فرصة وابتدي أعمل الرابط بين الاثنين دي ابتدي أستفيد بيهم مشترك مع بعضه. فلا هو طبعا يعني الحق يقال إنه اليومين دول أنا. طيب اسمح لنا المهندس عبد المجيد سلامة عضو المجلس التصديري الصناعي ان احنا بالفعل هننتقل حالا على الهواء مباشرة الى محافظة بني سويف بنتابع وجود السيد الرئيس وبيشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.